نعم الأخ منير، بالحديث عن واقع الحال بأقاليمنا الجنوبية للمملكة حول وضعية حقوق الإنسان، وأكيد لا ننسى ذلك الماضي القريب الذي حاولت فيه خصوم الوحدة الترابية من أن تجعل من المنطقة يعني واحد المجال مفتوح على مناقشة حقوقية مستمرة بخلق الكثير من الادعاءات والأكاذيب وتلفيق العديد من البيانات المفبركة والركوب على احتجاجات اجتماعية، مطالب اجتماعية اقتصادية لساكنة المنطقة من أجل تحويلها إلى مطالب سياسية. أكيد ربما نجحت في وقت قصير بأن تغالط الرأي العام الدولي والإقليمي وأن تسوق لأطروحة يعني الانفصال بشكل كبير والركوب من خلال وضعية حقوق الإنسان، ولكن أكيد أن هذا الأمر لم يستمر طويلا، لم يستطع المقاومة أمام حقيقة ما يقع داخل مخيمات تندوف، وأيضا مقارنة مع ما يقع داخل الأقاليم الجنوبية هناك يعني مستويين متباينين جدا بالواقع المعاش بالدرجة الأولى يحكي عن نفسه. أكيد أن التقارير الأممية كانت حاضرة، ونتحدث عن التقارير الأممية الأخيرة الأربعة التي لطالما أشادت بعمل لجنتين الجهويتين، وأكيد لم تحدثت عن الطابع الهدوء الذي يطبع المنطقة والذي تعيش على وقعه، وبأن هناك مراقبة مستمرة وفي رفضها أيضا للمناورة يعني الأخيرة قبيل إصدار القرار 2602 من خلال محاولات يعني نبش ذلك الملف حول توسيع صلاحية بعثة المينورسو، وهو ما تم عدم الموافقة عليه لأن هذه البعثة هي منوط بها مراقبة اتفاقية وقف إطلاق النار لا غير، لأن الظرفية وواقع المناطق الجنوبية لا يستدعي بتاتا مراقبة أخرى لوضعية حقوق الإنسان، بما أن هناك يعني إطارات واعية، هناك حركة دؤوبة، هناك انفراج ديمقراطي، هناك مؤسسات وساطة، وهناك أيضا إشادة بعمل هذه المؤسسات بما فيها اللجنتين الجهويتين للعيون والداخل. أكيد وأكيد أن الوضع الحقوق بالمنطقة يعبر عن نفسه، ربما نحن لا نستطيع الحديث عن انتهاكات، بل نتحدث عن بعض الخروقات الحاصلة والتي أكيد هي راجعة لبعض الأساليب في بالخصوص في فض التظاهر السلمي والتي راجعة لجيوب مقاومة نعرفه ونشيد كثيرا بما قامت به المقاربة الأمنية في هذا الإطار يعني من خلال تطويعها ومسايرتها للإصلاحات المؤسساتية في هذا الإطار من خلال إخلاق خلايا داخلية للتربية على حقوق الإنسان، وتطويع أيضا التعامل مع المواطن بشكل إنساني وأنسنة وتخليق الحياة العامة، وأكيد حتى ملائمة المواثيق الدولية فيما يخص حقوق الإنسان مع المعاملة والتعاطي في المقاربة الأمنية مع المواطن ومع الاحتجاجات السلمية، وأكيد هذا لمسناه كبيرا، تغير كبير جدا. هناك بعض الخروقات والتي لا زالت تشكل بعض العطبات البسيطة ولا تخرج في إطارها عن خروج عن عطبات في مسلسل الديمقراطية على المستوى الوطني لا غير. أكيد أن المجال لوضعية حقوق الإنسان إذا تحدثنا عنها بما فيها الحقوق المدنية والسياسية، لا ننسى يعني تعزيز هذه الحقوق على مستوى المنطقة، وهذا التعزيز أكيد راجع بالدرجة الأولى إلى إرادة المسؤولين القيمين على تسيير الشأن العام والمحلي بتعزيز الحقوق والحريات داخل المنطقة، وقناعة بأن تعزيز الحقوق والحريات لا يتم أن يكون ولا يجد ضمانته إلا من خلال ضمان العيش الكريم، وهذا كان منطلق كبير جدا لكي نربط ذلك المسار التنموي أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالحقوق المدنية والسياسية. وأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية عرفت أيضا يعني نوع من الازدهار إذا استطعنا القول من خلال المشاركة المكثفة، المشاركة السياسية، لا من خلال تسيير الشأن العام المحلي ولا من خلال المشاركة السياسية في مختلف المحطات أو الاستحقاقات الانتخابية منها الجماعية والبرلمانية والمهنية أيضا، وأكيد جميع التقارير الدولية والوطنية وأيضا على المستوى المحلي بما فيها الإحصاءات الرسمية أيضا هي تشيد بالمشاركة الجد مرتفعة التي تجاوزت
عدبة 60% لمشاركة الأقاليم الجنوبية داخل المسلسل الانتخابي باختيار ممثليهم، وهذا بحد ذاته يمثل استفتاء حقيقيا للانتماء للمنطقة بالدرجة الأولى، وأيضا يبين مدى ذلك الترابط فيما يخص ساكنة الصحراء بإعطائهم الشرعية الكاملة لمنتخبيهم من أجل حتى استغلال الثروات، وهذا ملف آخر لأن في ديمقراطية وفيما يخص الحق في استغلال الثروات يتطلب ديمقراطيا آلية الاستغلال والموافقة عليه والمراقبة، وهو ما يتم من خلال يعني الانتخابات التي تعطي الصلاحية للمنتخبين الذين يعبرون عن صوت المواطنين الذي أعطوهم صوتهم من خلال موافقتهم على البرامج الانتخابية لمختلف يعني الأحزاب السياسية، وهذا في جانبه جانب ديمقراطي يعني في قمته الديمقراطية ولا غبار عليه. وأكيد من يتحدث ومن يتحدث باسم المنطقة ومن يتحدث عن المشاركة السياسية هم المنتخبون الشرعيون للساكنة. أكيد أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لاقت نصيبا كبيرا جدا بفضل المقاربة المندمجة الذي تبناها المغرب، وأكيد بفضل يعني الورش الكبير للجهوية المتقدمة الذي أطلقه جلالة الملك إبان خلال الذكرى 40 للمسيرة الخضراء، من خلال إعطاء شرف الأقاليم الجنوبية أنها تكون قاطرة هذه الجهوية المتقدمة، وإطلاق النموذج التنموي الذي خصص له 77 مليار درهم كميزانية النموذج التنموي، والذي أكيد كما نعلم ككل كان يجد قاعدة أساسية من خلال وثيقة المرجعية التي هيئها لها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي قام بمشاورات كبرى مع مختلف أطياف مكونات ساكنة الصحراء من أجل الخروج بتشخيص جريء لسياسة تنموية والأكيد بسياسة بديلة، وهو أكيد ما ترجم من خلال النموذج التنموي الجديد الذي كان حاضرا بجدة. أنتم ترون الآن يعني الأثار وإنعكاسات الإيجابية جدا لهذا النموذج التنموي، أكثر من 500 مشروع رأت النور وهي أوبيراسيونيل حتى الآن، وبعض المشاريع في طور الإنجاز، وبعض المشاريع لا زالت يعني نسبة قليلة منها هي التي تنتظر أجراءتها عما قريب. أكيد أن المدينة حاضرة، إقلاع تنموي كبير جدا على مستوى عديد الأصعدة بما فيها البنية التحتية، تأهيل المدينة عمرانيا وجماليا أيضا بما فيها الاعتماد على الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر وعلى الطاقات المتجددة، هناك أيضا الاعتماد على العنصر البشري كمرتكز وكمنتهى من خلال إقامة مدينة المهن والكفاءات، أيضا نتحدث عن أكثر من 40 شعبة وأكثر من 2000 مستفيد، نتحدث عن معاهد متخصصة في الطاقات المتجددة وفي التكنولوجيا وكل الطب التي باشرت أعمالها الآن، وأيضا لا ننسى بأن يواكب هذا ككل وبالموازاة هناك برنامج عمل حكومي من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال عمل دؤوب لأكيد بالدرجة الأولى لوكالة الإنعاش تنمية الأقاليم الجنوبية، أيضا من خلال يعني الجامعات الترابية، ولا ننسى المراكز الجهوية الاستثمار، وهنا لا أريد أن أذكر بالخصوص العيون كونكت أو مشروع العيون كونكت الواعد من أجل خلق فرص للشباب والاستثمارات وإعطاء زخم في هذا الاتجاه.